تسوية ملفات عقود الامتياز اللي راهم عالقة عندهم 6 شهور و 7 شهور، وكاين اللي راه معدم حتى من 2011 من 2012 لحد الآن ما باش عليهم والو. وجا من ورانا المستثمر هذا وفي ظرف 15 يوم مش شهرين كما قال الاخ، في ظرف 15 يوم صار خدموا له كلش وسووا له الاخر الامور تاعو في ظرف 15 يوم، هز العقد الامتياز تاعو وحاول جايبه يستثمر الارض تاعنا. احنا ما عندنا وراح نروحوا، احنا الارض هذه راهي وارثنا ابا عن جد، ماذا والماذا نعيشوا فيها نبقوا فيها الاولاد نموتوا فيها. انا فلاح من بلدي شمطارفة في الحجاجبة، في القرية تاع الحجاجبة، ودرت المطابقة تاع تسوية الأرض في 2023 11/4/2023 بيعطوا لي عقد امتياز، فإذا به ذلك من بعد ولا تعين كاين مستثمر أعطاه له قبل ما يعطوا لي أنا عقد الامتياز من بعدي انا يا. من بعدي انا يا. انا حاط الملف نتاعي قبله وهو حاط من بعدي وعطاو له عقد الامتياز. الطلب نتاعنا هو ان تسويه وضعيه العجاج سواء عند الوالي ولا عند المير ولا عند والمير نفسه راه ما يسنيش هذا البقعه، ما يسنيش ما يسنيش حتى ورقه لا استقلال ولا ابير ولا اي شيء. رانا رحنا ليه ما حبش رافضها، ونحن رانا خالقين هنايا من 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 جد الجد، كي نقول لك من بالك من 1640 هذا جدنا الاول هنايا. ولذا باختصار نناشد باشد العباره رئيس الجمهوريه انه ينصفنا في قضيتنا.